يبقى عند سيادتك انترفيو مكون من لجنه، اللجنه دي فيها ثلاثه، واحد خبير ماده من وزاره التربيه والتعليم، وفي مستشار ماده من وزاره التربيه والتعليم، وفي بعد كده الاختبار الثالث عباره عن انجلش تيست، ده بتقوم بيه البريتش كاونسل. تمام؟ حضراتكم بتدخلوا تختبروا في الماده اللي انتوا جايين مقدمين عليها، كل واحد قاعد قدامي هو اللي مختار المدرسه اللي هو مقدم عليها في المحافظه اللي هو اختارها في المكان اللي هو اختاره، مفيش امكانيه لتغيير المدارس او ان المدرسه بعيده عنك. لا، حضرتك اختار وانت بتختار على الكمبيوتر في السلكت، انت عارف انت مختار ايه كويس. تمام؟ ده رقم واحد. رقم اثنين، بتتم اختبار سيادتك في الماده سواء الماس او الانجليش او الساينس على حسب ما انت مقدم، تربويه وفنيه. حضرتك بتقدر تقدم ايه؟ المدارس المصريه اليابانيه بتختلف عن باقي المدارس الموجوده في جمهوريه مصر العربيه ان هي بتعتمد على الابداع. الطالب ما بياخدش هوم وورك، ما بياخدش شغل المدارس العاديه ان احنا نشتغل سمارت بورد، لا، عندنا الطالب يشتغل بطريقه اللي هو التعامل باللعب. ازاي يقدر يتعلم؟ من خلال ان هو بيعمل لعبه. ازاي يقدر يبدا؟ معلمين المدارس الحكوميه اللي على قوه الحكومه بيتم التعامل معاهم نفس التعامل، يعني كمان حضرتك موجوده التكليف بتاعك زي ما هو بيتم، طالما ان حضرتك مثبت داخل الوزاره او حضرتك موجود على قوه وزاره التربيه والتعليم. الاشراف الفني للمدارس فنيا عن المواد التربويه بيتم من الوزاره، اما الاداره بتكون من شركه اميرات. تمام؟ المدارس مشروع قومي، فما حدش فيه بيبقى عنده فكره ان احنا بنسرح ناس او ان احنا زي المدارس الخاصه اللي مش عاجبنا نمشيها. خرجت من 2015 قدمت في المدارس المصريه اونلاين، كان في اعلان ناس اونلاين. بعد ما عملت كل المعلومات اللي هم طالبينها مني اتصلوا بيا وطلبوا ان انا اعمل انترفيو في مصر الجديده، فجيت من اسيوط لمصر الجديده عشان اعمل انترفيو. وبعدين عرفت ان في ديمو وفي امتحان البريتش كاونسل هيبقى اورال، بس هم بيختبروا القدرات، وكانت يعني الناس اللي بتعمل لنا الاختبارات كانت لذيذه جدا، كانت بتحاول هي تريح اعصابنا شويه علشان خاطر نعرف نكمل، فكانت خبره يعني تجربه حلوه خالص، انا عن نفسي اتبسطت بيها. Thank you.